السلام عليكم، اسمي عبد الرحيم بجنيت، انا اعمل في شركه الخياط كمدير مختبر وجوده ومطور مواد خام. طبعا احنا هنا في شركه الخياط هدفنا انه نوصل للعميل افضل جوده واعلى جوده، وطبعا برضه هدفنا ارضاء العميل. طبعا كفريق في شركه الخياط طبعا بنراقب الاقسام من حيث دخول المواد الى خروجها، وطبعا برضه احنا هدفنا الوحيد برضه الجوده. والحمد لله انا اعمل هنا في شركه الخياط تقريبا منذ سنه، والحمد لله انا الحمد لله مبسوط جدا، وبرضه بشكر شركه الخياط لاعطائي هذه الفرصه في العمل لديها. عبد المحسن الجهني، مدير الموارد البشرية في شركة الخياط.
نحن في شركة الخياط قمنا باستقطاب أفضل الخبرات الممكنة في مجال صناعة السيراميك، ونحن كمواد بشرية وانطلاقا من رؤية الشركة نهدف إلى توطين وظائف السعوديين وتدريب وتأهيلهم في هذا المجال. I'm Gerald Bisco and I'm working as electrical engineer in this company. For more than 3 years of work in this company, it's helped me a lot to practice my profession and enhance my knowledge in commercial and technical aspects. I could say also that I'm lucky because I work in Arkea Ceramic, which is a well-known company and very strong financially. We are good producer of tiles, and I know in the future that we'll be number one supplier of tiles in Middle East.